مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. أولا، إذا كنت أنا جبت ست الكلام ده، برجع تاني وأقول في قاعدة لازم تفهمها. أنا قلتها قبل كده، قلت إن حماس لما ضربت إسرائيل قبل كده أكتر من مرة زمان، كان الواحد الإسرائيليين بياخدوا قصاده 10. ده مش معناه ما جدعانه، يعني مش بقول يعني لا، هما نظامهم كده، تقتلهم واحد ياخدوا قصاده 10 ويهجروا لك كمان عيله الشخص اللي عمل كده، ممكن يهجروه. ليه؟ عشان ما يتعملش ده تاني. ده هما تفكيرهم، انا ما قلتش صح ولا غلط، بس ده هو تفكيرهم. في يوم من الايام جلعاد شاليط مجند كانت حماس اسراه، تم استبداله من اسرائيل. اسرائيل عايزه تسترجع جلعاد شاليط ب 1050، يبقى عندها الشخص مهم. بس كون اسرائيل بتدي لك 1050 فلسطيني قصاد واحد جلعاد شاليط، هي بتنتقم بعد كده، ما بتسيبكش، بتنتقم في الحاجات اللي بتحصل. انا قلت لك ان هم مش ملايكه، ومحدش يقدر يطلب منهم انهم يكونوا ملايكه، يعني مفيش ملايكه. أنا بتمنى إن الحرب دي تنتهي، وقتل الأطفال الفلسطينيين يتوقف، وأتمنى أن تنتهي هذه المحنة، ويتوقف تيار الدم من الجانبين. أنت هتضرب، هو هيضرب برضه، وغيره هيضرب. أتمنى أن تحل على منطقة الشرق الأوسط السلام. أتمنى أن يحل على أرض الزيتون السلام. أتمنى أن تنتهي الخلافات والنزاعات والصراعات تماما. أتمنى أن ننتقد التراث الديني من الأفكار الإرهابية كما فعل ابن سليمان في السعودية. أتمنى أن نرجع إلى وطنيتنا. أوعى تفتكر جارك المسلم اللي بيقول ان هو من الاشراف، لا لا، هو بيقول لك كده من الاشراف، هتدور عليه هتلاقي جده العاشر مسيحي. جارك الاسمراني ده اخوك في المسيحيه زمان، ومن جذور فرعونيه، الجماعه اللي كانوا بسطاء اللي هم العرب اللي دخلوا دول اجبروا الكثير من المسيحيين الذين لا يستطيعوا دفع الجزيه على الاسلام. حامد عبد الصمد، في ناس اتهمته انه بيكره المسلمين. لا، بيكره المسلمين ازاي لما هم اهله مسلمين؟ في حد بيكره اهله؟ احنا كمسيحيين بنكره المسلمين؟ لا برضه، حتى لو فيهم ارهابيين بنكره الافعال الارهابيه، ولكن لا نكره المسلمين. ربنا ما علمناش نكره، ربنا علمنا المحبه لانهم برضه، انا برجع اقول، اخواتنا، كانوا اخواتنا، الضغط عليهم غيروا دينهم. في منهم آلاف اللي بيرجع دلوقتي، بيرجع لحضن تراثه وجذوره الفرعونية قبل ما تكون جذور مسيحية. هقرأ كم تعليق جوني بخصوص الموضوع دوت والمناظرة ديت، وبرده بعد كده هقرأ التعليقات اللي انتوا كاتبينها لي على اليوتيوب. أتمنى يا رب أقدر أقرأها عشان مكتوبة بخط رفيع، لكن أوكي. سام اس تي جورج بيقول لي: عزيزي الدكتور وجيه، اشكرك على هذا الملخص، لكن ما فاجأني واصابني بخيبه امل من حامد عبد الصمد هو انه بدا يتكلم بصيغه الاسلاميين العمي، والواقع ان كلام الاخ رشيد كان 12 دقيقه مو اصل ساعه، فانما يدل على استوحاش حامد وبلطجته باحتلال المساحه الكبرى من البرنامج الذي كان من المفروض تبادل افكار وليس احتكار الوقت. انا 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 يعني في كلامك، انا بعترض على استوحاش وبلطجه، لانه الراجل ما مسكش سكينه ولا مطو قرن غزال ولا قام ثبت رشيد، لكن الراجل اتكلم لغضبه من تيار الدم. لكن حكايه استوحاش، هو عايز يوضح على فكره،
لو حب محمد عبد الصمد يوضح رؤيته بالكامل، لا هو محتاج حلقة 3 ساعات مش حلقة ساعة. شكرا يا أستاذ سام جورج. كوكو كوم بيقول فين القانون الدولي من إبادة المسيحيين الشرق وتطهير عرقي ضدهم وإبادة المسيحيين في نيجيريا؟ صح صح، عشان كده الديمقراطية بتاعت الدول الأجنبية مش ديمقراطية حقة فعلا يعني، وإلا كان يدور على اللي بيتقتلوا من بوكو حرام في نيجيريا فعلا، ويدور على حقوق الأقباط اللي بناتهم بتختطف ويتم أسلامتها في مصر. انسى قناع الديمقراطية ولا حقوق الإنسان اللي بيتكلموا فيه، مفيش الكلام ده. الأستاذة مها الحصري، الأستاذة مها الحصري على فكرة اسمها مها الحصري لكن هي مسيحية، ومن الناس اللي بحترمهم انها من متابعي القناة وليها آراء قوية جدا جدا جدا، وحتى لو اختلفت الآراء مع الآخر لكن هي حقانية شوية. الأستاذة مها الحصري بتقولي لازم كمان نعمل حلقات عن ماذا حصل ويحصل من زعام 48 حتى الآن. الكراهية والتطرف من الجهتين من الإسلام واليهود، يكفي أكيد العرب هم الذين رفضوا التقسيم وليس الفلسطينيين. أرجوك أن تذكر المذابح التي حصلت من قبل اليهود، أرجوك لا تكذب علي. على الأستاذ لم يحمل السلام وتهجير وهجروا جميع المسيحيين، اليهود لم يحملوا السلام وهجروا جميع المسيحيين من اللد ويافا وحيفا وجميع القرى، تهجروا بدون قتال فقط التخويف، أرجوك صحح المعلومة. أنا يعني أستاذة مها رأيي قلته، في معلومات تاريخية كتير بس ما أقدرش بدون مستندات أخوض فيها يعني، لازم أكون متأكد تماما يعني هم هجروا المسيحيين إمتى وكان إزاي والوثائق اللي بتدل على ده. الأستاذة منى راغب بتقول لي حامد شخصية محترمة ورشيد محترم وكل واحد حر في رأيه، متفق معاك تماما، أنا متفق تماما مع هذا الرأي، أنا بحترم الاثنين وبحبهم جدا جدا، والأستاذ حامد عبد الصمد دي محبة كبيرة جوايا، والأستاذ رشيد ليه محبة كبيرة. أمريكان إكسبلورينج بيقول لي I like حامد، يعني أنا بحب حامد. I certainly noticed that حامد was not himself when talking with رشيد، بيقول أنا لاحظت إن حامد مش هو حامد هو بيتكلم مع رشيد. Not sure if he was upset about something، بيقول أنا مش يعني أنا مش واثق إذا كان هو محبط بسبب شيء ما. Both حامد and رشيد have great show even so sometimes I did not agree with both. قال لك رشيد وحامد ليهم برامج كتيرة وعروض كتيرة لكن أنا أحيانا ما بتفقش معهم. I will be honest and say that sometimes debates حامد رشيد like this can be staged for sensational news. I am not sure if that's the case. قال لك أنا أحيانا بحس إن العرض بتاع حامد ومع رشيد ده عرض يعني معمول بخصوص الإثارة ونجذب الناس، بيقول أنا مش متأكد من النقطة دي. أنا ما أعتقدش لأن اللي محضر لحاجة ومتفق على جوك أو متفق على مقلب ما يكونش بالشكل اللي ظهر بيه الأستاذ حامد. الأستاذ حامد ظهر مخطوف، شكله مخطوف، فما فيش حاجة متفق عليها، أنا أشك في ده. أستاذة مريم لبيب بتقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود القضية، كلاهما محترمين جدا سواء الأستاذ رشيد أو الأستاذ حامد عبد الصمد. متفق معاك يا أستاذة مريم، شكرا ليك. أستاذة مها الحصري تاني بتقول لي ملاحظة، وضع فلسطين قبل الانتفاضة الأولى كان منيح يعني كان كويس، ولكن لما تأسست الحركات المتطرفة حماس ودعمتها بريطانيا أصبح الوضع يتأزم، ولكن التطرف أصبح عند الإسلام واليهود، العالم في الظلمة وعيونها مخمدة وعقولها مقفلة، ربنا يرحم. أنا متفق معاكي يا أستاذة مها وليكي تحياتي.